انا هروح انا يا زلط. تعرف تقفل القهوة ولا الهباب اللي انت مبلبعه ده عميك؟ واصبح الصبح الاقي القهوة متأشفرة. لا لا ما تقلقش يا معلم، القهوة في عينيا. ماشي. بقول لك يا معلم، كنت عايزك في موضوع على الماشي كده يعني. موضوع ايه يا ده الفجر قرب يد. السؤال بس، هو الحوار بتاع البت نورة، انت كنت بتتكلم بجد ولا هما كلمتين وراحوا لحالهم؟ انت عارف ان انا بقول كلام في القهوة يا ده. اسمع يا زلط، البت دي تطلعها من نافوخك عشان ما زعلكش. ايوه يا معلم، بس انت عارف كويس قوي ان انا اصلا عيني من البت نور. مبسش ولا حاجه يا دي، البت دي انا هتجوزها، هتبقى مراتي وانت اللي هتشهد على العقد، هتفرح وتنبسط وترقص للمعلم بتاعك زي اي صبي ما يسواش تلات ابيض ما بيعمل مع معلمه. فاهم ياد؟ فاهم يا معلم. امشي غور يا تكنيله. اللي كسرت نفسي قادر يحط عليك والناس تقل منك وكمان تمرمط فيك، يبليك بضغط وسكر وجلطة وتسلخ ما بين رجليك. طب لا 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 مين بيخبط دلوقتي؟ ما تفتحيش السفينة. سامح ابراهيم. مين؟ سامح انا ابراهيم، افتحي. ابراهيم اسمع الله عليك يا اخوي. الحمد لله بالسلامة، الحمد لله بالسلامة، الحمد لله انك بخير يا ابراهيم. الصبر يا نور، شد حيلك. اشرف مات يا ابراهيم، اشرف مات. مش كده يا ماما، أشرف شهيد. شد حيلك يا ماما، البلد حملتني. صبر يا نور، صبر يا ماما. اسمع الكلام يا ابني وبطل عند. اديك شفت عطية ورجالته عينهم على البيت ازاي، ودول لو مسكوك الحكومة تبقى أرحم لك. يا رئيس نعمل إيه؟ أستنى لحد ما الحكومة تطب علينا وأقف أتفرج عليهم؟ لا، لو ده حصل لا قدر الله بلدنا شوارعها ضيقة، هنحس بيهم وهم في أول البلد. بعدين يعملوا عليا كماشة مش كده؟ أنا عندي ممر يطلعك من هنا على الجبل على طول. اتهد واقعد بقى، ولا هما مدك على رجليك؟ أنا مش فاهم أنت إزاي واخد الموضوع ببساطة كده. أنا لو اتمسكت أنت أول واحد هتروح في 60 داهية. محدش هيروح في داهية. ليه إن شاء الله؟ ما قلنا ما تبقاش عبيط ومال. أنت انكتب عليك مشوار ولازم تمشيه لآخره، ومن كتبت عليه خطى مشاها. طب عطية؟ عطية ده مشوار أنا ربنا حطه في طريقي من وهو عيل صغير، ويمكن ربنا جابني البلد دي مخصوص علشان. أيوة، ناوي تعمل معايا يعني؟ ومن كتبت عليه خطم مشاها، اعمل اللي عليك وارمي تكالك على الله. يعني عايزني احط ايد على خدي واستنى مصيبه لحد ما تجيلي؟ اعقلها وتوكل. وابراهيم عم الشيخ، انا اعمل ايه مع ابراهيم اللي مش لاقينه لحد دلوقتي ده؟ ما نقدرش نعمل حاجه غير ان احنا ندعي له. انا هقوم اصلي ركعتين قبل الفجر وادعي له ان ربنا يحرسه ويحرس طريقه. كل كل يا اخويا كل. الحمد لله، والله انا شبعت لما شفتكم يا سميح. على عيني حبيبي المرمطه والشحطه اللي انت فيها دي. خد يا حبيبي. انتوا كنتوا وحشين قوي انت والبنات، خلي بالكم منهم. في عينيا، بس انت بس بتبقى وحشهم شويه. وانت يا نور شد حيلك يا ماما. انا عارف يا حبيبتي ان انت في امتحان كبير، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا يا ماما، قدر. وبعدين أشرف في حتة حلوة عند ربنا فوق، كلنا نتمنى نروح عنده. شد حيلك كده يا ماما، وحيد الله. لا إله إلا الله، بس الفراق صعب قوي يا إبراهيم. الفراق صعب علينا كلنا يا نور. إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيحلها من عنده إن شاء الله. مش هتقول لي برضه ابراهيم انت قاعد فين؟ بس يا سميحه
انا الحمد لله ان انا قدرت اجي اشوفكم واطمن عليكم، بس غير كده مش هقدر يا حبيبتي. اذا كان عليا نفسي اكلمكم في التليفون كل يوم، بس ما اعرفش وما اقدرش، احسن يكون في حد مراقب التليفونات. طب والخيرت يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله، ان شاء الله خير. مفيش حد بيفضل في كربه طول عمره، بس ربنا يفكها ان شاء الله. يا رب. انا عايزكم كده تاخدوا بالكم من البنات وتاخدوا بالكم من نفسكم. بس ابص على البنات قبل ما امشي. طب خدهم في حضنك اشبع بيهم شويه. مش هقدر يا سميحه، احسن عيله منهم تصحى ولا حاجه وانا مش ناقص تشبط فيا ولا حاجه. انا هم امشي قبل ما الدنيا تنور وحد يلمحني ولا حاجه. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الله يا شيخ موسى. منا ومنكم إن شاء الله. وبصحيني قبل الصلاة. وإنكم ما تغيبش عن بيت صالح. ولو حصل أي حاجة فيها مخالفة لأوامري تبلغوني في ساعتها. ولو أي حد من الاتنين اللي جابهم معاه دول حاول يحط طوبة واحدة في البيت تتكسر رجله قبل ما الطوبة دي تتحط في مكانها. مفهوم؟ مفهوم. بسم الله. يا ابني وحد الله واهدى شويه. لا 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 الله شيخ صالح، انا كل ده ماشي ورا كلامك. خلينا نشوف بقى ابراهيم راح في انهي داهيه. انت ليه ما بتسمعش كلام حد وما بتكبرش لحد؟ قول لك انت كمان. انا اسكت بس عشان الراجل الكبير ده واقف. كلمه ثانيه اعصابي هتفلت ومش عارف انا بعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ بطل الكبر اللي انت فيه ده وفوق شويه، ولا علشان انت ظابط يبقى فاهم اللي محدش فاهم. لو قعدتك هنا خطر قيراط، لو مشيت من هنا هيبقى خطر 24 قيراط. تقدر تقول لي بقى لو مشيت من هنا وتعرف ان انت كنت عندنا واتمسكت مش هنروح كلنا في داهيه؟ بطل بقى جو، انا عايز امشي عشان احميكوا الحبتين دول، علشان ده كله كلام فارغ. انا حتى لو اتمسكت عمري ما ابيعكم. مش معنى شايف ان ابراهيم ممكن يبيعنا؟ ليه مصر طول الوقت ان انت احسن منه ومننا ومن الناس كلها؟ كفايه كده يا هدى. اسمع يا ابني، احنا قلنا لك اللي رايح ضميرنا عند ربنا، وانت حر. واعذرني في طريقه هدى، اصلها طالعه لامها ما تعرفش حد في الحال. السلام عليكم. انت كنت فين؟ انت حمار يا بني ادم ولا ما بتفهمش ولا حكايتك ايه بالظبط؟ سليم ما يصحش كده، ده في بيتي. ده كان هودينا كلنا في 60 داهيه بغباوته دي. مش غاب يا سليم بيه، ولا هتصرف تصرف اضر بيه حد منكم. عارف ليه يا سليم بيه؟ عشان انا بفهم في الاصول، وبصون العشره والعش والملح، واي حد ليه جميل عليا بشيله فوق راسي. بس غصب عني هعمل ايه يعني يا سليم بيه؟ انا بني ادم زي زيكم، ولما جالي الخبر ما قدرتش استحمل ونزلت جاري عشان اطمن على اختي. وانت لو مكان يا سليم بيه هتعمل كده، وهتعمل اكتر من كده كمان عشان تطمن على اختك. وما اخزى يعني يا سليم بيه، ما كنتش عايز اقولها لك، انا اختي مش اقل من اختك ولا انا اقل منك. هدى خد ابراهيم واطلعوا بره. يلا. ما تزعلش يا ابراهيم، طمني اختك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله ربنا يصبرها. طب تعالى تعالى نطلع بره طمني عليها. في كلمتين لازم تسمعهم وما ينفعش يتأجلوا. خلاص بقى يا ابراهيم ما تضايقش نفسك، انا عارفه ان انت حقك تعمل اكتر من كده كمان، بس عشان خاطري ما تزعلش. مش المهم ان انت اطمنت على اختك،
وطمنت اهلك عليك وكمان رجعت لنا بالسلامه؟ والله يا انسه هدى، انا لو كنت اتمسكت عمري ما كنت اجيب سيرتكم ولا سيرته في اي حاجه، ان شاء الله حتى اقطعوا لحمي. انا مش خسيس عشان اعمل كده مع الناس اللي وقفوا جنبي وساعدوني، واولهم هو. مش محتاج تقول ده خالص، انا عارفه والله. ممكن بقى تسيبك من اللي حصل وما تفكرش في حاجه؟ انت اكيد تعبان وما نمتش من امبارح والمشوار هدى حيلك. هجيب لها غطا ونام على الكنبه وسيبها على الله. ربنا يخليك يا نساء. بص يا ابني، انا شايف انك هالك نفسك في حروب في 600 حته وناسي اهم حاجه، حربك مع نفسك، واللي من غيرها مش هتعرف توصل لاي حاجه في بقيه الجهات. عم صلح، اقدر اللي انا فيه. انا مقدر يا ابني، بس مش عارف ايه حكمه ربنا في اللي انت بتعدي فيه ده، بس انت مش هتعرف تطلع منه الا لما تتغير. انت ايه مشكلتك مع ابراهيم؟ ليه خايف منه وحاسس انه خطر عليك وما انتش حاسس ان انت خطرك عليه اكتر؟ ليه شايف ان مخه اقل منك؟ ليه شايف انه اقل في جدعنته وشهامته؟ هدى كان معاها حق لما قالت لك انك شايف انك انت فوق كل الناس واحسن منهم. لا يا ابني، انت زي ابراهيم وزي كلنا عبيد ربنا، مفيش حد احسن من حد، وفينا الحلو وفينا الوحش. لا يا عم صالح، لا مش احسن من حد. مش لازم تقولها، بس هو ده اللي جواك. انت عايزه يطمن لك ازاي وانت مش مطمن له؟ عايزه يحبك ازاي وانت مش عارف تحبه؟ فكر في الكلمتين دول يا سليم، يمكن يكون فيهم نجاتك. الو، صباح الخير يا احمد، ازيك عامل ايه؟ فاكر موضوع رقم صاحبتي اللي اتسرق منها وطلبت منك انك تعمله تراكينج؟ ايوه، ما انا عارفه 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 انه مقفول، بس انا عايزك ترجع تتابعه تاني من فضلك، واول ما يتفتح بلغني على طول. اصل دي انت بصراحه قلقانه جدا، الراجل اللي سرق الموبايل قاعد بيهددها كل شويه، والموبايل كان عليه صور خاصه بيها، وجوزها لو عرف حاجه زي كده ممكن يطلقها فيها. معلش يا احمد، انا متشكره جدا بجد، عارفه ان الموضوع ده ممكن يوديك في داهيه، بس فعلا مش هنسى لك الجميل ده. مين ده اللي هيروح في داهيه يا فريده؟ طيب اوكي، باي باي. لا لا، مفيش حاجه، انت ما قلتليش انك جايه. جايه اصبح عليك يا فريده، ممكن ادخل؟ معلش ياسر، مش هلحق اقعد معاك، بس انا عندي مشوار مهم جدا لازم الحق اقوم اعمله دلوقتي حالا. انا اسف، معلش. سليم بيه الانصاري، الهي ربنا يكرمه ويطول في عمره، سطر بنتي جميله في رقبتي، مش هنساله العمر كله. هاي رايك؟ ده تحفه، بس انت لحقت انت تصور الفيديو ده؟ لحقت يا بنتي، انا ظابط. اه صحيح موقوف عن العمل، بس ظابط ظابط يعني. طب قول لي يا ظابط، عملت ايه في الموضوع بتاعك؟ والله عندي تحيه النهارده، بس انا قلت اجي اشوفك واوريك الفيديو قبل ما اروح في داهيه. لا لا لا، ولا داهيه ولا حاجه، ان شاء الله الموضوع هيعدي وكانه مفيش اي حاجه حصلت. ما اظنش. ليه بس يا حسام؟ ده انت حتى لسه عامل خير، وان شاء الله ربنا هيوقف جنبك. ده انا عملته ده ما سماش خير، ده مجرد رد جميل. رد جميل لمين؟ لسليم. سليم انت رديت له الجميل بدل المره 10. وليك انت كمان. ليه انا؟ ليه؟ ده انا حتى ما بعملش حاجه غير ان انا نازله زن من الصبح لبالليل بحكي لك على مشاكلي، لا وكمان بسمعك كلام زي الدبش وشكرا على كده. انت وجودك في حياتي اكبر جميل عملتيه لي. انا لو قعدت عمري كله مش عارف اقوله لك. ما قلتليش يا حسام يعني ان انت ليك في الاشتغالات دي. ده مش اشتغال، انا اقصد كل كلمه انا قلتها. طيب بما انك شاطر في الكلام كده، يلا قوم على التحقيق وريني هتبقى شاطر هناك ازاي، وخلص وطمني عليك. ايه قلقان عليا؟ ايوه انا عارف. طيب يلا.
إبراهيم. ما تزعلش مني، حقك عليا. والله أعصابي فلتت مني كده، مش عارف إيه اللي حصل، معلش. أعصابك بس اللي فلتت؟ دي إيدك كمان. يا عم خلاص بقى. قلت لك ما تزعلش، حقك عليا. أنا هعمل إيه بس يا سليم بيه؟ ما أنا ماشي وراك زي الجزمة. وفتحتش بقي بكلمة. بس هعمل إيه؟ أختي وعيلة واتكسرت وملهاش حد في الدنيا دي غيري. معلش. بعدين انت مش طمنت عليها وطيب خاطرها بكلمتين. خلاص خلاص بقى يا عم، قول له بقى كويس ان شاء الله. يلا يلا قوم يا عمو، مش عارف انام من غير صوت شخيرك. قوم يلا. انا وانا بس اللي بشخر؟ ما انت كمان بتشخر يا سليم بيه. نعم بتشخر وبتشتم كمان وانت نايم، بس انا بتكسف يعني اقول له. ما تظبط يا ابراهيم. خلاص يا باشا براحتك، شخر زي ما انت عايز. حقك عليا ما تزعلش. يلا بقى عشان الناس تقعد براحتها في بيتها. يلا قوم. احنا براحتنا هو يا سليم، ولا انت بتتلكك بينا؟ خليك صريح وقول انك ما قدرتش على بعده. اه بتلكك، ما قدرتش على بعده بصراحه. بعدين ابراهيم بقى زي اخويا وعشره. خلاص خلاص هدى، تعمل لنا لقمه ناكلها سوا وبعدين ناموا لحد ما تشبعوا. انا هنزل فيديو بتاع حنان، وهنزل كمان الفيديو اللي صوره حسين البنت بتاعت المقابر دي، وعايزين نكتب هاشتاج سليم الانصاري بريء ونزود هاشتاج حقيقه سليم الانصاري. ها شايفة ايه؟ انا حاسة ان الفيديوهات المرة دي هتفرق قوي، عشان اللي بيدافعوا عن سليم المرة دي ناس عادية مش اهله او صحابه. ده حتى حسام شايف كده. يا غيب ده رأيه مهم. ويلا روح شوفي بتعملي ايه عشان خاطر ورايا حاجات اعملها. يلا باي. طب انا مش فاهم انت ليه زعلان دلوقتي؟ مش يمكن اللي انت بتقوله ده حاجة كويسة؟ حاجة كويسة ازاي بس يا بيه؟ بقول لك ده حسن الضبع وصبيه الاتنين عينهم من البت، والبت غلبانه ومسكينه ولدها لوحدها هناك، مفيش حد معاها. برضه عبيط يا ابني، ما تقولش الكلام ده. ربنا معاها، هو البني ادم بايده حاجه. ونعمه بالله يا شيخ صالح، بس برضه دول مجرمين. يا بني ادم افهم، اللي حصل ده ممكن يكون اول الخيط اللي نوصل بيه لبراءتك. ازاي يعني يا سليم بيه؟ انا وانت دلوقتي ما قدمناش غير حل واحد بس عشان نطلع من اللي احنا فيه. فرق تاسد. يعني ايه؟ مش مشكلة افهمك بعدين، بس على فكرة اللي انت قلته ده حاجة كويسة مش وحشة. كل اللي يجيبه ربنا خير يا ابني. دلوقتي عم صالح انا عايز منك خدمة. أمر يا ابني. في حد عايزك تكلمه. اكلمه؟ مين؟ حد يساعدني ويساعد ابراهيم في مشكلته، ويساعدك انت كمان في موضوع البنا. ده مين ده يا سليم بيه؟ حوضة سيطرة. طول ما انت غايب ماليش حبايب في الدنيا دقيا. الو، ايوه انا حوده، مين معايا؟ الحاج صالح، عندي شغلانه كده وكنت عايزك تيجي تعاين المكان عشان نتفق. لا من عينيا الاتنين يا حاج، تحت امرك. بس المؤاخذه يعني سعادتك، كل العنوان فين؟ والله احنا في مكان متطرف شويه. متطرف فين يعني؟ لا مؤاخذة يعني يا حاج، سؤال تاني، هو سعادتك جبت نمرتي منين؟ من زبون كان بيتعامل معاك زمان دلني عليك. واحد مين ده؟ تفتكر الزبون اللي كان معاه واحد صاحبه وجم قعدوا عندك شوية لما كان ابنك تعبان؟ وبعدين طلعوا على السطوح شافوا شوية شغل وما لحقتوش تتفقوا، لأن كان عندهم شغلانة مستعجلة في مزرعة البهايم. لا 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 لا، الحمد لله. لا فاكرهم طبعًا. بقول لك يا عم الحاج، الناس اللي عندك دول من خيرة الناس، رجولة وجدعانة وكل حاجة صح يعني. طيب أجي لكم حاج، بس لا مؤاخذة يعني، قول لي العنوان فين وأجي لك إمتى إن شاء الله؟ إحنا بنسهر يا ابني، ولو تقدر تيجي الليلة متأخر هنستناك. ماشي، مع ألف سلامة. لا لا لا، اقفل أنت يا حاج، اقفل. مع السلامة، مع السلامة، ألف سلامة. اللهم صل على النبي. شفت يا عم؟ نزلوا فيديوهات ومطلعينه فيها ملاك بجناحين، وكل الهري اللي انت فاحت نفسك فيه راح في الهوا. يا ابني انت اهبل، بقى فيديوهين فاكسين زي دول يعني هيهد كل اللي احنا عملناه؟ رامي، عشان الناس اللي في بلدنا دي ما بتفتكرش غير اخر حاجه سمعتها، وكل اللي حصل قبل كده سلامتك. الله يسلمك يا سيدي. ايه بقى كم السواد اللي انت فيه ده؟ يا ابني وانا لقيت لون تاني قلت لا. علشان نفسك قصير وتحبط بسرعه، اي حاجه بتحصل مش لاعب. يا ابني انت اللي في ميه الترشي، قلت لك قبل كده الناس دي ما فيش منها رجا، والبلد كلها ما فيهاش فايده. ولما انت شايف كده قاعد فيها ليه؟ ما تتنايل تمشي. هو بمزاجي؟ ما مستني فرصه لغايه ما هج منها. على فكره
البلد دي بتاعت سليم الانصاري واللي زيه حتى وهو هربان. على فكره سليم الانصاري ده شخصيا احنا حاطين عليه بدل المره 10. انت عارف ايه اللي محيرني بجد؟ الفيديوهات دي بجد ولا تمثيل؟ ايه اللي يخلي مجرم زي ده يعمل كده؟ يابا هما يغلبوا عندهم بدل الواحد 1000 يطلع يهري علينا باي كلام ومش محتاجين كمان ياجروهم. وفي ناس بتعمل البلاوي دي وفاكره نفسها هي بتعمل عمل وطني. مش بقول لك البلد شكرا. كنت عارفه ان هلاقيك هنا. ابويا وابراهيم قلبين عليك الدنيا، فاكرين انك هربت. اهرب اروح على فين؟ بس انت عرفتي منين ان انا هنا؟ هتروح فين يعني؟ وبعدين بعد اكتر مكان انا بحبه. اما بكون متضايقه وعايزه افكر في حاجه باجي على هنا على طول. بس عندك حق، بلدكم فعلا حلو بس غريبه حبتين. ايه الغريب فيها بقى؟ كل حاجه، بيوتها وناسها وابوكي وعطيه ده كمان. حتى انت غريبه. انا وانا مالي بقى؟ ان شاء الله. من ساعه ما شفتك انا مش فاهم، حاطه نقرك من نقري ومش طايقاني طول الوقت، مع اني لما عطيه جه خبتيني منه كنت خايف عليا. لا انا ما كنتش خايفه عليك، انا كنت خايفه على ابوي. وبصراحه بقى انا مش عايزه مشاكل مع عطيه اكتر من كده. على فكره اللي واقف قدامك ده ظابط مباحث، يعني بص في عين اي حد يفهم وعايز ايه وبيفكر في ايه بالظبط. ودي بقى اكتر حاجه غيظاني منك. اللي هي ايه؟ ظابط ظابط ظابط، زي ما يكون الظباط دول معمولين من عجينه والناس كلها معموله من عجينه تانيه. انزل بالحته اللي انت فيها يا بيه شويه على الارض وحس بالناس. ده انت فعلا مش طايقاني متغاظه مني قوي. طب لما انت مش طايقاني بتساعديني ليه؟ ما تقوليش عشان ابوكي. انت من النوع اللي ما بيعملش حاجه غصب عنه. انا مش بساعدك عشان خاطر نفسك، انا بساعدك عشان خاطر اساعد ابراهيم، عشان انا متاكده انك بريء ومظلوم. بريء ومظلوم مره واحده؟ بص انا ممكن اكون مش طايقاك، بس زي ما بيقول ابويا ربنا عرفوه بالعقل. وانت ممكن على فكره تكون مليان عيوب، بس قتل قتل لا. مليان عيوب؟ ماشي يا ستي كتر خيرك، كفايه ان انت عارفه ان انا مظلوم وبريء. على فكره النت مقلوب عليك النهارده. وايه الجديد؟ ما هو طول مقلوب. لا المرة دي مش ضدك، معاك. الست اللي انت كنت عندها والبنت اللي انت انقذتها من المقابر صوروهم فيديو وشيروا الفيديو في كل حتة، والناس كلها مصدقاك ومتعاطفة معاك قوي. ومين اللي صور الفيديوهات دي؟ الله أعلم، بس زي ما ابويا بيقول إن لله جنودا لا تحصى. ربنا يسترها. يلا يا سليم يلا ننزل لابويا وابراهيم. هدى على فكرة مش وحش زي ما انت فاكرة. أنا عارفة. أخويا نت إيه ونيلة إيه اللي أنت شايل همه ده؟ هو الهباب النت ده لو كان بيفلح قوي كان ده بقى حال البلد. ما أنا عارف يا صفاء، بس ابن الصرمة ده الناس لما كانت قافشة عليه كانت الوزارة كلها قلب عليه، وده كان مطمني. خلاص تعالى نطفش من هنا خالص، نروح كده نشوف نفسنا في اي حته بالكام قرشين اللي معانا. تفتكر يعني ما جاتش ببالي؟ بس انا لو اختفيت دلوقتي العيون كلها هتفتح عليا، وبعدين لو انا خلعت من هنا مش هبقى عارف ايه اللي بيحصل، وساعتها لو الدنيا عكت معرفش اتصرف. وبعدين اطفش على اسيب الشغل. شغل؟ شغل ده ايه؟ هو احنا بعد الفلوس دي كلها اللي خدناها من لطفي ابو المجد محتاجين بقى فلوس تاني في ايه؟ يا وليه يا حمارة، البدله الميري دي هي اللي حمياني، ولا مال قارون كله يحميني زيها. وبعدين لو اختفيت دلوقتي لو صلاح التوخي شاكك فيا قراد هشك فيا 24 قراد، ومش هيهداله بال غير لما يعرف انا فين. الموضوع ده حله حاجه واحده بس وانا قلتها لك. يعني برضه مصر تنفذ اللي في دماغك يا زميلتي؟ ما قداميش حل تاني. سليم الانصاري لو مات هنخلص من ده كله، وساعتها بقى نقعد نطفش نشقلب براحتنا. وهو انت كنت عارف له طريق جره عشان تقتله؟ هعرف مكانه. وهو انت يعني يا زناتي اجدع من الداخليه دي كلها؟ لا بس مفيش حد محروق منه قدي، عشان كده كلمت واحد حبيبي في التفتيش يعرف لي وصلوا لايه في تدويرهم عليه، وساعتها بقى اعرف اتصرف. وان ما عرفتش توصل له هتعمل ايه؟ هدور على اللي يوصلني ليه، ولو ما عرفتش هخليه هو بنفسه يجي له الجزمه في ورقبته.
قسما بالله ما اهدى ولا يرتاح لي بال طول ما هو على وش الدنيا. فهمت يا حوده اللي قلتولك ولا عيد تاني؟ عيب يا سليم.